حياكم الله مجددا في أحلى. اليوم أي واحد يتابع المشهد إجمالا في الإعلام، في مواقع التواصل، في كل مكان، هنالك جدل كبير في مشهد المحاماة. خلونا نتفق على شغلة، المحاماة واحدة من أهم وأنبل وأجمل وأقوى المهن اليوم، واليوم مع اتجاهنا الكبير إلى القانون نحن نحتاجها. أيضا من باب العدل والحق والإنصاف لابد أن نوجه تحية تقدير وإجلال واحترام لكل المحامين النبلاء اللي يقدمون اليوم ثقافة قانونية حقيقية، سواء فيما يكتبون أو فيما يفعلون على أرض الواقع. بلا شك أن المحامي اليوم واحد من الأشخاص أو المحامية ومن الأشخاص الفاعلين جدا في المرحلة الحالية التي نعيشها، ولهم كل التقدير والتحية والاحترام. اللي حاصل واللي جالسين نشوفه أنه في بعض الآراء القانونية اللي جالسة تطلع من بعض المحامين اللي واضح أنهم مبتدئين، أنهم جديدين على المهنة، وما أبالغ إذا قلت، لأنه شفنا بعض الحسابات غريبة، أنه هنالك من يحاول أن يتطفل على هذه المهنة ويضع بعض الآراء اللي فيها أوجه قانونية شتى بشكل إشكالي تثير كثير من الزوبعة والجدل والنقاش. بينما إذا رجعت للمحامين الفاهمين المتعمقين في هذا الموضوع يرون أن الحكاية أتفى وأبسط وأقل وأسهل من أنها تثار بهذه الطريقة. نحن نغار كثيرا على مشهد المحاماة والقانون، ولا بد من وقفة جادة في هذا الموضوع. لذلك ينضم إلي هنا في الاستوديو أحد المحامين القديرين من الأسماء المعروفة اللي منذ زمن ليس بقريب وهو يقدم ثقافة قانونية حقيقية تستحق الإنصات. أرحب بالمحامي الأستاذ ماجد قاروب، حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. شكرا لدعوتك وشكرا للكلام الطيب على المحامين ومهنة المحاماة، وأتمنى أن يكون عند حسن الظن والثقة، وأحييك وأحيي مشاهدينك الكرام، ومبروك بداية انطلاق الموسم الجديد لبرنامجك. الله يبارك فيك الأكثر من رائع ويوفق الجهود يا رب. شكرا لك. إيش اللي حاصل؟ يعني ليش هذا الجدل اللي جالس يخلق أحيانا من لا شيء؟ هو لا شيء من لا شيء. فحقيقة إعطاء أي اهتمام هو خطأ، لأنه الاستثناء ليس قاعدة ولا يؤخذ بها ولا يؤسس عليها في شيء. ولكن حقيقة أنا أتفق معك بأن مهنة المحاماة لها مكانة اجتماعية بصرف النظر في العالم، طبعا بصرف النظر عن واقعها. وعشان اليوم نناقش أي جزئية تتعلق بالمهنة يجب أن نستوعب واقعها اليوم اللي هو نتاج عقود سابقة من الممارسة. فلما نيجي نشوف ماذا تحتاج اليوم مهنة المحاماة والمحامي، هو حقيقة يحتاج إلى حماية المهنة تشريعيا وقضائيا ومجتمعيا في وسط هذا المجتمع. لأنه اليوم لما نيجي نطل إلى الواقع الحقيقي نجد أن غير المرخص الغير محامي يستطيع أن يروح للقضاء، سواء كان في وزارة العدل، محاكم وزارة العدل، أو ديوان المظالم، ويقدر يروح كوكيل أمام 100 لجنة قضائية موجودة في مختلف الجهات الحكومية، ويستطيع أن يروح إلى جهات الضبط في الشرطة، ويستطيع أن يروح أمام جهات التحقيق في النيابة. وبالتالي اليوم أصبح الكل يستطيع أن يمارس هذه المهنة ويتداول هذه المهنة. وهذا خطأ؟ هذا خطأ مجتمعي كبير جدا، وللأسف النصوص التشريعية تدعمه، لأن نظام المحاماة يتحدث عن أنه الشخص يستطيع يأخذ 3 وكالات. إيه؟ وإذا جينا نطول في تطبيق 3 وكالات تاريخيا الآن مع التقنية تم الحد منها. إيه؟ كانت توصل إلى 303,000. طيب إذا كان النصوص التشريعية تدعمه معناته أنه الإشكالية في نظام نفسه وليس في المجتمع بالدرجة الأولى. نعم، ما أقول لك اللي نعيشه اليوم هو تراكمات. فإحنا مثلا اليوم نحتاج أولا أنه في نظام الإجراءات الجزائية أن ينص على أن من يكون مع
المتهم في مراحل التحقيق والادعاء والتحقيق الضبط والتحقيق المحامي المرخص. يجب أن نصل بالتشريع ونرقى به قليلا وما نقول كلمة وكيل، لأن الوكيل دي تشيل أي أحد، أي واحد عنده وكالة صار وكيل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، في المحاكم اللي في وزارة العدل اليوم بدأوا يتحدثوا في نظام المحكمة التجارية فقط أن يكون هناك النص على وجود المحامي، ولكن لا يزال عندك 5 أنواع محاكم موجود فيها عشرات الآلاف من القضايا، ونفس الشيء في ديوان المظالم. والأكبر والأخطر أيضا المنظومة الاقتصادية والاستثمارية، القضاء الاقتصادي التجاري الحقيقي موجود في 100 لجنة قضائية معنية بقضايا التأمين، البنوك، الاستثمار، وقيس عليها 100 لجنة قضائية يستطيع أن يحضرها من يحضرها. تجد أيضا ثقافة أخرى موجودة داخل المجتمع. الأطباء يبغوا ياخذوا قضايا الأخطاء الطبية وكل ما له علاقة بالصحة ويقول لك أنا أفهم من المحامي، أنتوا ليش تبغوا محامي، والمجتمع يتقبل هذا الأمر. المهندسين يبغوا ياخذوا كل قضايا المقاولات والمشاريع الهندسية ويقول لك أنا أفهم من المحامي، يعني كأنه أخذ رخصة الطب والهندسة والمحاسبة والمالية عشان يشتغل محامي أمام المحاكم وليس لعمله الأصلي. بينما دوره الحقيقي أمام القضاء هو أن يقدم رأي الخبرة. المحامين المحاسبين الماليين يبغى ياخذ القضايا الجمركية والقضايا المحاسبية والقضايا المالية أو يقول لك أنا اللي أفهم في الأرقام، المحامي ما يفهم في الأرقام. إذن هناك ثقافة معززة في كل مكان. أساتذة الجامعة اللي يدرسوا قانون وشريعة، اللي يدرس فقه وتوحيد من الابتدائية لأنه شكله كده بالصورة المتدينة والمفهوم أنه القضاء شرعي لأنه القضاء خريجين شريعة، فيقول لك هو ده اللي يفهم كلامهم يروحوا عليه. هذه الثقافة من اللي يروح عليه؟ العملاء المحتاجين للقضايا. ويقدر يترافع عنهم؟ كل ما دام عنده وكالة، كله راح، كله راح. فأنا أتحدث عن إرث تاريخي، ولذلك بوادر الإصلاح التي نراها اليوم أمامنا في حاجة إلى تدعيم تشريعي لحماية وتعزيز مهنة المحاماة ودعم المحامي، بأن يقصر الترافع أمام جميع أنواع القضايا، علما بأنه هذا النص موجود في نظام المحاماة، ولكن تفعيله من منذ أن صدر القانون من أكثر من 20 سنة إلى اليوم لم يتحرك إلا في جزئية بسيطة وهي المحكمة التجارية، بينما النظام يتحدث عن اللجان القضائية وديوان المظالم ووزارة العدل اللي هو الترافع. قول قصر الترافع أمام القضاء أيا ما كانت هذه الجهة القضائية يجب أن يكون فقط للمحامي المرخص. هنا أستطيع أن أبعد من ليس لهم علاقة بالتقاضي، وتكون المواجهة ما بين شريكي العدالة المحامي والقاضي. مبنى المحكمة ده أو اللجنة القضائية يجب أن يجب أن نسحب من الذهنية أن هناك طرف آخر ثالث يكون نيابة عنهم، أبدا. قاضي، محامي، قضية، 3 العناصر هذه. أي شيء ثاني معناته أنا سأعيش في ممارسات حلو. طيب. سلبية. طيب. لن ترقى بالطموحات اللي نريدها للرؤية للسلطة القضائية ولنفاذ العدالة والحقوق. طيب للمجتمع. أنت تقول قبل شوي أنه هذا من 20 سنة منصوص عليه. نعم. ولم يطبق، وبعدين تقول لا أنه النصوص التشريعية تجيز لغير المرخص أنه كيف هذا النص بالرغم من وجوده من 20 سنة. طيب. لم يلقى التنفيذ إلا فقط الآن في المحكمة التجارية بعد 20 سنة. وانت لازم تعرف الإرث المجتمعي. طيب يعني خلال لحظة احنا أمام كلام مهم جدا، يعني خلال 20 سنة وما قبلها كان لا خلينا في 20 من لما صدر. نعم. كان اللي يترافعون وما عندهم ترخيص يعتبر هذا مخالف للنظام؟ مخالف للنظام، ولكن مغطى أيضا بالنظام بكلمة كيف؟ وكيل. يحق لمن هو عنده وكالة أنه يأخذ 3 وكالات، وعشان كده قلت لك 3 صارت 30 و300، لأنه ما حد كان يحاسبه. الآن فقط مع التقنية ومؤخرا بدأت الوزارة في التقنيات هذه أنها تشوف الاسم تكرر فتقول له صار عندك 3 وكالات ستوب. طيب إيش الفكرة القانونية أو النظامية أو الثقافية من فكرة الوكيل؟
إيش الفكرة إنه الوكيل بمكانة المحامي؟ هذه ثقافة مجتمعية، الوكيل والمعقب والدعوجي هم أكثر كفاءة وثقة لدى مجتمع الأعمال والمجتمع بشكل عام إنه يروح يتوكل. كل فكرتهم إنه هي واحد يروح يطق حنك ويمشي، كيلو كلام ما هو علم، وكأنه دراسة القانون هو يعني دراسة نظرية بعيدة عن الواقع ما لها دعوة بتمكين الشخص من احتراف الترافع أمام القاضي. ولذلك كل المجتمع في ذهنية العامة يعتقد أنه هو كيلو كلام، ما دام هو حيتكلم ما دا يتكلم، وليه دا ياخذ 1000 ريال ودا ياخذ 100 ريال؟ أبو 100 ريال أرخص وأحسن وسلام عليكم. ولأنه وضع ثقته في ما ليس يجب أن يثق فيه حيرجع يقول له والله القاضي ما فهم الموضوع، مو مزبوط، مش عارف، حيصدقه. المهم أنه يكون دفع 100 ما دفع 1000، بينما هذه 1000 هي كانت المفروض أنها تحميه عن خسارة 1.2 أو 1.3 مليون أو ضياع حق يمين أو شمال، لكن هي فكرة الاسترخاص والاستسهال والاعتقاد بأنه أي واحد يروح المحكمة ومجاز شرعا ونظاما، وبالتالي إيش المشكلة؟ ليش لازم أروح أجيب محامي؟ ولذلك أنت تشوف أنه هذه الأشياء اللي ذكرتها، الوكالة، التعقيب وغيرها، تشوف أنها تبقى في إطارها فقط ولا تلغى؟ تلغى، تلغى وتلغى تماما. تماماً، نعم، ما يصير عندنا حاجة اسمها معقب. ما في شيء اسمه معقب أمام القضاء، أمام القضاء في العالم كله 2، قلت لك قاضي ومحامي، وانتهت القصة لحد هنا. لا يعني المعقب ما عنده أعمال أخرى ما لها علاقة ما في شيء، أي ذرة تعامل داخل المحكمة هو جزء من العملية القضائية. واليوم أنت تقول بالفم المليان إلغوا مهنة التعقيب. تماما، إلغوا فكر ثقافة التعقيب. خلنا واضحين، مو هي ما هو بالرغم من وجود نص لم يفعل أمام القضاء من خلال نظام المحاماة، ليش لم يفعل؟ لأنه المجتمع ما في غير يطلع وكالات ويمشي، لأنه اليوم اللي شغالين في هذا المجال والإطار أكيد حيردوا عليك. يردوا، الله يحييهم، في نص. نحن نرغب في حماية المهنة اللي هو جزء من حماية السلطة القضائية من أنك تضع المحامي في واجهة القاضي أمام المحكمة. اسمح لي أخذ فاصل ونكمل. خذ فاصل. بعد الفاصل مكملين معكم. حياكم الله مجددا في هلا. الحديث ما زال مستمرا مع المحامي ماجد قاروب حول حماية مهنة المحاماة من الدخلاء والمتطفلين. بقولكم على نقطتين جوهرية قيلت في الجزء الأول من الحديث. النقطة الأولى أنه من الاقتراحات لحماية هذه المهنة، يقول ماجد قاروب، قصر الترافع أمام القضاء على من يحملون الترخيص في المحاماة فقط. ونقطة ثانية أثارها لكن نريد أن نوضحها، حينما قال إلغاء مهنة التعقيب يقصد أمام القضاء، بحيث أنه لا يقف أمام القاضي في الأشياء الخاصة بالقانون إلا محامي. أرحب فيك مجددا. شكرا. اليوم اللي جالسين نشوفه من بعض المحامين أو من يدعون المحاماة، لكن إحنا أحيانا إذا دخلنا على حساباتهم وكذا نشوف أنهم محامين، من تصريحات مثيرة يعترض عليها مجموعة من المحامين الكبار. هل هدفها الأول الشو، الإعلام، الظهور، ولا لا هم محقين ومن حق الواحد يقول اللي يحب؟ لا، خليني كمان أرجع، لازم نستوعب مهنة المحاماة وسوق المحاماة وطبيعة المجتمع. يعني أول شيء لك أن تتخيل أنه أنت في عندك 70% من خريجي القانون والشريعة الذين يحق لهم العمل في الشق القانوني والحقوقي عاطلين عن العمل. تمام؟ أي نعم، مهنة المحاماة لها واقع اجتماعي مهم ومحترم، لكن واقعها الاقتصادي. أنت تخيل اليوم أنه طلبة القانون أو الشريعة يعتقد أنه له حق المدافع والمرافعة وتمثيل المتخاصمين أمام القضاء، وأنه الفرق بيني وبينه في 30 سنة خبرة هذا كله كلام فاضي، وهو المفروض يقدر يحضر وهي مجرد رخصة. الثقافة المهنية وليس مجرد الثقافة الحقوقية، لأنه أنت عندك ثقافة مجتمع، ثقافة حقوقية، ثقافة مهنية. هذه يجب أنها تكون موجودة، والحقيقة ما هي موجودة. هل يعقل أن يكون عندي هذا الرقم من العاطلين عن العمل أو الباحثين عن العمل في وقت ننظر فيه؟ إذا نظرنا على عدد السكان، إحنا المفروض نكون 100,000 محامي مرخص. إذا نظرنا إلى حجم الاقتصاد، إحنا المفروض نكون حوالي 75 إلى 100,000 محامي مرخص.
لا يعقل أن يكون هذا الحجم الاقتصاد وهذا عدد السكان وفي الأخير أنا كل اللي عندي 10,000 محامي مرخص. هذا أمر معناته في عندي اختلال. الآن الموجودين المرخصين فقط 10,000؟ ما يتجاوز 10,000 ريال، نعم 10,000 شخص بالمناسبة. فأنا معناته في عندي خلل. تخيل أنت لو تجي تنفذ النظام اللي موجود عندك في المحاماة وتعمل التعديل التشريعي فإنه لا حتى الثلاثة الوكالات هذه تتلغي ونظام الإجراءات الجزائية يعدل بحيث أنه يكون إلزامي فقط دخول المحامي وليس الوكيل إلى إجراءات النيابة، أنا اليوم أحتاج مو أقل من 100,000 محامي. طيب أنت الحين لما تقول على أقسام الشريعة وغيرها، أنت وين النقطة اللي تبغى توصلها في هذا الاتجاه؟ تبغى تقول أنه لا ما يمكنون من المحاماة لازم خريجين القانون، ولا تبغى تقول أنه لا يمكنون بس يروحوا يتعلموا قانون؟ لا لا، لازم يكون خريج قانون أو شريعة، وأنا أحترم التخصصين، ويحصل على فترة تدريبية صحيحة في مكاتب محاماة مرخصة حتى يستطيع أن يؤدي عمله بمهنية. أنا قلت لك ثقافة مجتمع، ثقافة قانون وحقوق، وثقافة مهنية. الثقافة المهنية اليوم لها بوادر، لكن عشان قبل ما نوصل نتحدث عنها نتحدث عن واقع السوق. واقع السوق أنه عندي هذا العدد الكبير جدا من العاطلين، وأيضا اقتصاديات مكاتب المحاماة ضعيفة جدا. سيبك عن كم لوحة تشوفها وكم مكتب معروف، الواقع الحقيقي للمهنة أنه في عندك حوالي 15 إلى 20% مكاتب جيدة، 5 إلى 15% مكاتب متوسطة، والباقي مكاتب ضعيفة جدا. بل هذا هو الواقع الاقتصادي. كيف يعني ضعيفة جدا؟ ضعيفة جدا اقتصادياتها. اقتصاديا. أيوة، فما عند في الوقت اللي السوق يحتاج إلى 100,000 10,000 50% منهم شخص واحد ما عنده أي إمكانيات، ما عنده مساعدين، ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش. وفي نهاية المطاف لما يكون هذول مضغوط عليهم اقتصاديا يبحث عن عمل، يبحث عن عملاء، تحت الضغط تيجي الزلات وتيجي الغلطات. يعني انت تقول هذا الكلام كمبرر لهم؟ انا تبرر للي جالس انا السير؟ لا ابرر، لكن لازم تعرف انت ايش انت تعرف اللي يعمل الحركات هذه. يعني تذكرني بمقوله مشهوره للمرحوم الرئيس السادات لما قال انا احاكمهم للغباء السياسي، لأنه أنت ما أنت محتاج تعمل هذه الشغلانة عشان تلفت الأنظار. المجتمع كله مخالف للنظام، كله بيجيب وكلة وأي واحد يقدر ياخذ وكالة ويقدر يروح، وبالتالي أنا ليش أعمل الكلام ده كله عشان ألفت الأنظار إليه؟ فهمت علي كيف؟ بناهيك على أنه المجتمع، مجتمعنا السعودي والخليجي والعربي والعالم يعاني من آفة التواصل الاجتماعي وحكاية الفولورز والمتابعين والأشياء دي كلها. للأسف أي واحد يقول كلام شاد استثناء لا يقاس عليه أبدا يتحول إلى نجم، إلى نجم، ويتداول الناس والترندات تطلع فتغري. يعني تبغى تقول أنه بعض هذول اللي يحطوا مثل هذه التصريحات هو يبغى يعمل نجومية معينة عشان يجيب عملاء؟ إيه نعم. ينجح؟ يعني تنجح الفكرة؟ الحقيقة أنه لا. وش يخليهم يستمرون إذا كان ما يعرف؟ ما هو ما يعرف، بس تكون المصيبة حصلت. فهمت علي كيف؟ جيدوا غرد وفرح في لحظتين أنه والله ترنت والناس تتصل وتكلم ومش عارفة، وبعدين إيش الشغل اللي جاء؟ ما في شيء جاء. تغار على المهنة؟ طبعا. يعني ما كنت حقول هذا الكلام كله أنا. يعني أكثر شيء يشعرك بالغيرة عليها وش اليوم في المشهد؟ والله المهنة عدت، أنا 30 سنة عدت بمراحل من الحرام إلى لا يجوز، إلى المباح، إلى المقبول. اليوم محتاجين إلى تضافر متكامل من جميع سلطات الدولة، لأنه لما تجي تستمع لكلمات وشرح سمو ولي العهد رجل القانون أمير القانون لما نتحدث عن القضاء ودور المحامي، ولما نتحدث عن المحامي وما هو متوقع منه، إذن أنا عشان أنفذ الرؤية للسلطة القضائية ودور المحامي في هذه السلطة القضائية كشريك أساسي للمجتمع، وأستمع إلى ما قاله سمو ولي العهد، أنا كسلطة تشريعية أول شيء أسويه ثاني يوم جلسة استثنائية في مجلس الشورى أعدل نظام الإجراءات الجزائية، إنه ما في أحد يخش غير المحامي. وزارة العدل عملت إجراءات مشكورة، لكن أنت محتاج إلى معالجة، ثقافة عامة، ثقافة عامة
يجب أن تؤمن بالمحامي وليس بالمعقب والوكيل والدعوجي. طيب. حتى من أبناء عمومتنا من المهن الأخرى اللي هم المحامي والمحاسب والمهندس وهذا، لأنه كلهم يروا أنه لهم الحق فإنهم يروحوا أمام المحاكم يترافعوا. طيب قبل شوية لما تقول انتقلت من الحرام إلى الجواز إلى المباح، وش تقصد فيها المهنة نفسها؟ نعم. كان هناك من يحرم المحاماة؟ نعم. كيف؟ مو أنا أرجع أقول لك اللي نعيشه اليوم هو امتداد لعقود من النظرة السلبية التي تحسنت نسبيا مع الوقت لمهنة المحاماة. لحظة، كان هناك فعلا من يقول أنه مهنة المحاماة حرام ويجيكم أنتم كمحامين يقولكم ترى شغلكم حرام؟ يعني في بعض الحالات كان يقال أنا أقول وكيل لا تقول محامي. ليش؟ لأنه لا يرغب في كلمة المحامي. لا، لأنه حرام؟ لا، هو يقولها حرام. ها؟ يعني لما يقال لك قول هذه الكلمة إيش تبغى تسوي؟ مين اللي يقول لك قول هذه الكلمة؟ يعني أصحاب الفضيلة والقضاء في المحاكم، هذا تاريخ إحنا كلنا عارفين ونعرف. صارت معك شخصيا؟ حصلت معي شخصيا. طيب سألته ليش؟ ما في داعي للمجادلة، لأنه ما في مجال للمجادلة. أنت رايح لمصلحة موكل، ما أنت رايح تصلح ثقافته الشرعية أو ثقافته الفكرية تجاه العمل القضائي اللي كان يقوم به. عشان كده اليوم إحنا بنقول نحن في عصر جديد، خلينا نطلع للمستقبل. السلطة التشريعية مطالبة بتعديل القوانين الخاصة لحماية ودعم وتعزيز مكانة المهنة والمحامي، حتى تمكن وزارة العدل اللي أصدرت مؤخرا ما يسمى لائحة سلوكيات المهنة. أنت تتخيل أنه مصطلحات المفترض أنها مترسخة في المجتمع زي تعارض المصالح، حماية حقوق الموكل، هذه الأمور اليوم لأول مرة تصدر بها لائحة. معالي وزير العدل شرح للمجتمع أنه نحن مقبلين إلى مرحلة جديدة في العمل القانوني والحقوقي والقضائي يسمى العدالة الوقائية. هذا معناته أي ورقة زي اللي أنت بتشخمط فيها دي تعتبر سند تنفيذي ينفذ في محكمة التنفيذ، فستتحول مستندات المجتمع 70% منها إلى أنها كأنها حكم ينفذ أمام محكمة التنفيذ. هذا معناته تعزيز الدور الحقيقي للمحامي في الشق الاستباقي، العدالة الوقائية، وليس أنه لما تصير عندك المصيبة والكارثة وبعد ما يصدر عليك حكم تروح في محكمة الاستئناف تقول ألحقني يا محامي. هذا الكلام يجب أن يتغير في الذهنية. نحن أمام مشكلة ذهنية. انعدام السوابق القضائية، سمو ولي العهد قال أنه هذه السوابق ليست مؤهلة لقيادة مستقبل المملكة العربية السعودية، ألغاها. والآن في عندنا التشريعات الجديدة اللي صدر، تشريع الأحوال الشخصية وغيرها ونظام الأحوال الشخصية وغيرها الذي قريبا سيصدر، وبالتالي تحد مما يسمى الاجتهاد الشخصي للقاضي والقضاء على حساب الأعمال القضائية. إذن هناك أدوار محددة بدقة للمحامي والقاضي، لن يكون ذلك ممكنا بدون حماية ودعم وتعزيز للمهنة قبل المحامي نفسه. واضح جدا. شكرا لك على شخمط، وشكرا لك على حضورك معنا في هذا. شكرا لك. شكرا جزيلا. أشكر المحامي ماجد قاروب كثيرا على كل ما طرحه من آراء. كالعادة كل ما يطرح على هذه الطاولة من ضيوفنا الكرام هو يخص وجهات نظرهم، آراءهم، قناعتهم، وهم يتحملون كل المسؤولية في كل ما يطرحونه أمام الرأي. وكل الآراء اللي تطرح على هذه الطاولة تقبل الاتفاق كما تقبل الاختلاف، وأهلا بكل تعليق حول كل ما يطرح. شكرا لمن تابع هذه الفقرة. بعد الفاصل ألقاكم، خليكم قريب.